لما امسك الدركسون بهذه الطريقه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، انا يوميا استخدمها فالحمد لله. مسافه العمل عندي تقريبا حدود 20 كيلومتر، اخذ فيها زمن نصف ساعه في الصباح بسبب الزحام. الفتره هذه عمليات الاستغفار تكون ما بين 1300 1400 الى حتى 1800 2000 استغفار حتى اصل عملي، مثلها في العصر والحمد لله في اليوم 4000 استغفار، ممكن في المشاوير العاديه بين الصلوات توصل الى يعني 5000 الى 7000 استغفار. صدقني هذه لها ثمرة عظيمة لا يمكن أن يفهمها أحد إلا من طبقها. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم مثل ما كتب لي الله من أجر باستغفاري أو باستخدام هذه العملية أن يرزق من نشر وأعان على نشر هذا المقطع مثل ما كتب لي الله من أجر، وشكراً.